بدعوة من الجامعة الإسلامية كلية العلوم السياسية والإدارية والدبلوماسية، نظمت ندوة حوارية بعنوان التحولات الاستراتيجية العالمية وانعكاساتها على الشرق الأوسط، بحضور رئيس الجامعة البروفيسور حسن اللئيس ومشاركة أساتذة جامعيين ومحللين من أصحاب الاختصاص. اللئيس أشار إلى أهمية عقد هذه الندوات في ظل التطورات الحاصلة ولا سيما السياسية منها. بهالصرح التربوي والتعليمي اللي هي الجامعة الإسلامية بلبنان بترحب بها النخبة، تتمنى لهالندوة الفكرية الثقافية تكون ناجحة وتكون تعطي ثمارة، وخاصة بظل التداعيات السياسية الموجودة بالمنطقة من العدوان الإسرائيلي المفروض على لبنان وعلى فلسطين والتغيرات الجيوسياسية بالمنطقة اللي كل ملفاتها مفتوحة من أمريكا لآخر أصقاع الأرض. وفي الختام فتح باب النقاش بين الحاضرين.